مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الرايب اللي رايب ديال القرعه ولا ديال القنينه. هذا الرايب غادي نحتاجه ان شاء الله بمناسبه ديال الشهر الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. قبل ما نبدا الفيديو غادي نقول لكم ما تنساوش اللايك، الله يجازيكم بخير. لايك اللي دخل يشوف الفيديو يديروا البصيمه هي الاولى فضلا وليس امرا. بسم الله نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاج. عندي هنايا لتر ونص ديال الحليب، انا درت لتر وربع ديال الحليب، والربع الاخر هو هذا خليته في هذه القنينه هذه. وعندي هنا جوج معالق ديال السكر سنيده، السكر كيبقى اختياري، انا درت جوج معالق، اللي بغى يزيد ولا ينقص على حسب الذوق. عندي هنا ساشي ديال لافاني او خنيشه ديال الفانيا، وعندي دانون او زبادي اللي يكون عقد ما يكونش جاري. صافي غادي نضيف السكر فوق الحليب وهذا الفاني، وغادي نوضع هذا الحليب هذا فوق النار، ومن بعد عاد نرجع ونقول لكم شنو غادي كيفاش غادي ندير لهذا الحليب هذا وهذا الياغورت. الحليب ديالي فوق النار، غادي نبقى نحرك باش يذوب داك السكر سنيده مع الفاني. غادي نخلي الحليب ديالي حتى يسخن مزيان وعاد نحيدو من فوق النار ونرجع معكم. بعد ما سخن الحليب كما قلت لكم مزيان، هو ماشي يطلع غير سخن مزيان. دابا غادي نضيف هذا الياغورت هذا هاد الحليب، 4 لتر ديال الحليب اللي بقى لي هنا. المجموع ديال الحليب لتر ونص، ولا بغيتو كميه كثيره ما عليكم الا تضبطوا المقادير. غادي نحرك مزيان هاد الحليب هذا مع هاد الياغورت حتى يتخلط مزيان. بعد ما خلطت دانون مع هاد الحليب هذا، غادي نخوي دابا فوق من وانا كنحرك بالزربة. وكنأكد عليكم ضروري يكون ياغورت اللي عاقد، ميكونش هذاك اللي جاري باش ينجح معاكم الرايب. دابا غناخد هاد القنينات هادو، بسم الله غادي نعمرهم. نأخذ القنينة الأخرى بنفس الطريقة، ما نعمروهاش مزيان، نخلي واحد شوية باش ملي كيروب لينا الحليب كتبقى لنا البلاصة فين نخلطوه. غنعمر هادي ونرجع معاكم، نعمر هاد القنينة ونرجع معاكم. بعد ما عمرت القنينات ديالي كما وريتكم سديتهم مزيان، جبت هاد الشبيكة هادي وفرشت لها هاد الملاية صغيرة أو ليزر أو اللي كان متواجد عندكم. غادي نحاول نلفهم في هاد السريبيتات او الفويطات ديال المطبخ ونوضعهم في البلاستيك باش كيحافظوا على داك الحراره ديالهم وينجح معانا الرايب ديالنا بنفس الطريقه القنينه الاخرى. طريقه سهله، غادي نغطيهم على هذا الشكل هذا وغادي نخليهم يباتوا الليله كامله حتى يوجد معايا الرايب ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا من بعد ما بات الليله كامله الرايب ديالي غادي نشوفه معكم. بسم الله،
على بركة الله. نحيدها من هذا البلاستيك. هاد القنينات هادو نسيت ما نقولها لكم، هادو راهم ديال الجاج ديال الزجاج، يعني من الاحسن ديروا شي حاجه ديال الجاج ما تكونش بلاستيك. كما كتعرفوا الحليب كان سخون، يعني خصنا نديروه في قنينه ديال الزاج باش يكون صحي. ها نتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله جامد. دابا غادي نديروا في الثلاجه شويه ونرجع معكم في الشكل النهائي. ما برد الرايب وخرجته من الثلاجه. ها نتوما دابا غادي نخلط شويه هاد القنينه باش يبغي يهبط لينا الرايب في الكاس، باش يبغي تكب لينا في الكاس. بسم الله. كيجي خاطر ورائع. الشكل النهائي ديال الرايب ديالنا هو كيجي على هذا الشكل. هذا زينته شويه بالشكلاط فيرميسيل غير باش نكسرو داك اللون الابيض ويعطينا منظر زوين. كيجي رائع خاتم ما تشبعوش منه. هكا كنكونوا صايبنا شي حاجه في الدار بيدينا وكنشربوها وحنا مرتاحين. كما قلت لكم هذا الرايب هذا نحتاجه ان شاء الله في الشهر الكريم في الفطور في السحور. كيجي خفيف ورائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تشاركوا في القناة وتدعموني بلي لايك ديالكم والكومنتيرات زوينين ديالكم. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.